دابا غادي ندوزو العجينه ديال الصابلي. صابلي ديال السبوع عندنا 250 غرام ديال الزبده، اي زبده كتفضلوا نتوما. عندنا بيضه، عندنا فاني، عندنا 20 غرام ديال مايزينا اي نشا، وعندنا 150 غرام ديال السكر بلاصي. والفورز دائما كيبقى حسب الخليط. التزيين عندنا العقيق الفردي، اول حاجه البنات كناخذوا القصعه وكنوضعوا فيها 250 غرام ديال الزبده ديالنا، نوضعوا معاها 150 غرام ديال السكر بلاصي، وتنخدموها بحال كوماد كتولي عندنا كيل بوماد، عاد تنضيفوا باقي المقاعد حتى كتولي عندنا كيل بوماد على هذا الشكل هذا. كرميو بيضه نخلطوها معاها، وكرميو ديك الفاني، ما ذكرتش واحد شويه الملح اول في المقادير، تنضيفوا شويه ديال الملح. ودابا غنضيفوا النشا اللي هي مايزينا، ومن بعد غندورلوحو الفرن بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجين ديالنا، ما تكونش قاسحه وما تكونش جاريه. من بعد غنوريكم الشكل كيفاش كيجي. دابا زدت زلافه ديال الدقيق وغادي تخلط، وغادي نبقاو نزيدو في الدقيق ونخلطو حتى نشوفو العجينه اللي حنايا باغين كيفاش خاصها تكون. المهم يمي غادي تكمل العجينه، غنوريكم الشكل النهائي ديالها. ها هي البنات، من بعد ما جمعناها كتجي على هذا الشكل هذا. باش كتعرفي العجينه ديال الصابلي مزيانه، ملي كديري يدك هكا ما تتلصقش فيك العجينه، كتعرفيها بانها وجدات. غادي نديروها كيس بلاستيك وغادي ندخلوها للثلاجه مده قسمين، ونعاودو نرجعو نوريكم الشكل النهائي ديالها. من بعد ما دازت 10 دقائق جبدنا ديك العجينه ديال الصابلي، غادي نحيدوها من السلوفان باش نخدموها. شديت العجينه ديال الصابلي وشديناها وقسمناها على 4، شفتوا البنات. المهم باش كيجي باش يجيكم ساهل، ديما فرشي لي ميكا وغطي بميكا وخدميه حسن ما ترشي الدقيق. المهم حنا دابا غادي تدير لي هكا بالمدلك باش غادي نطبعوه ياك. المهم البنات حنا درنا هاد الطابع هذا، حي كتشوفوا ها هي، وغادي نبقاو حتى كنكملوا العجينه ديالنا كامله. حنا قسمناها على 4 على اساس هذا المرشم ديال الحصان، وهذا ديال الطرطاقات، وديال الكروسه كيف قلت لكم قبيله، وديال الرضاعه. غادي كل كواره ديال العجينه غنديروا بها طابعات. المهم غنكملوا غنوريكم الشكل النهائي ديالهم. درنا هاد الطرطاقات ودرنا العود، وحنا دابا كنبداو في الرضاعه كنديرو في الكراسه. المهم حنا غادي نكملو كاع البلاطوات اللي عندنا وندخلهم الفران، ونوريكم الشكل النهائي ديالهم اللي غادي يخرجوا من الفران. واش كيدير الصابلي ملي خرج من الفران كيكون على هاد الشكل هذا، ما تخليوش تيتحمر بزاف، ياخذ غير واحد كولور بحال الذهبي وتحيدو. ها نتوما البنات العجينه ديال الشكلاط هي هادي، كنطبعوها باي طابع بغيتو. انا درت هاد الجيلي تنطبعوا به على هذا الشكل هذا، ومن بعد كناخذوا الصابلي وكنلصقوه بحال هكا بهذا الشكل، وكندير الشكل ديال الكريريطه بهذا الشكل هذا على هذا الشكل. غادي نوريكم وحده كيفاش ديروا تستخدموها. هذا هو الجيلي ديالنا اللي كيجي محمر غير على هذا الشكل، غير الذهب اللون ديالو. كناخذوا الناباج وتندهنوه، انا كنفضل انني نخدم غير بايدي لا منديله بانس ولا والو. من بعد تنهزو العجينه ديال الشكلاط ديالنا غيب شويه بهذا الشكل هذا، نحاولوا معاها هذه شويه فيها الخدمه، كتحاولي بشويه تبركي وتخدمي على خاطرك حتى لا فينيسيو هي الحلوه. تحاولي بالوقت تقادي بهذا الشكل هذا
وما تخافوش من العجينه. كتقطع راسك على هذا الشكل هذا البنات، هو تيجي قد قد في العبار. وانا غادي نكمل التزيين ديالي ومن بعد غنرجع نوريكم الشكل النهائي ديالي. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال الصابلي، كيجي على هذا الشكل هذا. طرطاقه، رضاعه، دايرين هاد الكروسه ودايرين العود، وكيكون على هذا الشكل هذا. بنات كنتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، ولا عجبكم دعموني باللايكات ديالكم وشاركوا في القناه اللي باقي ما اشتركش في القناه، وركوا على اشتراك او ابوني اللي كاين هنايا بالاحمر، وركوا على داك الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد درتو. والسلام عليكم.